تواصل في المملكة العربية السعودية فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية. راشد، المهرجان يعد من أبرز منصات الترويج لصناعة السينما في السعودية وفي المنطقة. نشاهد. مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة يتخذ من سينما الخيال العلمي محورا له لتشجيع صناع الأفلام على إنتاج هذه النوعية من الأعمال. بالفعل، اختيار ثيمة الخيال العلمي حسب إدارة المهرجان تأتي بالنظر إلى صعوبته وندرة توظيفه في السينما العربية. نعم رشيد، المهرجان يشهد حضور أبرز صناع السينما والفن السابع في السعودية، كما كرم الممثل السعودي عبد المحسن النمر لما قدمه خلال مسيرته في عالم الفن السابع. نتابع. أعلى بكثير من المشاركات العام الماضي على كل مستوياته، سواء كان بالسيناريو أو بسوق الإنتاج أو على مستوى الأفلام الروائية الطويلة السعودية. الحمد لله المشاركات كبيرة، ونطمح أنها تكون أكبر وأكبر في السنوات القادمة إن شاء الله. هذا إحساس كثير مختلف بالنسبة لي. حققت السعودية بشكل عام حضور عالمي وحضور مهم على مستوى المهرجانات من خلال فرز هذه الورش اللي احنا نشتغلها يعني. واليوم في عندنا فيلم في كان، وامس كان في السويد اعتقد، وكان في كندا. يعني اعتقد هذا الحراك قاعد يجيب نتائج بشكل سريع. الناس قاعد تاخذ حقها أكثر صراحة في الأعمال اللي قاعدة تسويها، وبدت الناس تشوفها، مو بس الناس، المنصات، القنوات، المنتجين كلهم الصراحة. فيلم يعرض في حفلة الافتتاح الحمد لله، فيلم اسمه أندرجراوند، يتكلم عن مواهب موسيقية في المملكة العربية السعودية وصراعاتها وأحلامها وطموحاتها وشغفها يعني، ويعني آمالها لنفسها توصل لها. فالحمد لله يعني أتمنى أن نكون وفقنا فيه، وكان يعني استمتع الجمهور بمشاهدته يعني. أهمية هذه المهرجانات بالنسبة لي وبالنسبة لأي أحد مهتم في صناعة الأفلام إنه مكان يقدر يبدأ منه، سواء لو كان مشكك في قدراته يجي في هذا المكان يتأكد من كل الشكوك، يتأكد إنه هو مو لحاله يحب السينما، مو لحاله إنسان مجنون ومخه لاحس ويحب يصنع أفلام غريبة، يجي هنا يشوف أفلام ويشوف أشياء ويشوف شخصيات ويشوف ناس يشاركوا الحب ويشاركوا الشغف.